ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائشة حوالي This is your plan إن شاء الله بالكونس. You know عائشة that we start learning يعني from the beginning سورة ياسين and سورة الرحمن because you forgot everything يعني so sad I'm really so sad about that but يعني الحمد لله I hope that you when you practice with me إن شاء الله you can remember everything. Okay, so we started revision Surah Yasin and Surah Rahman again. Inshallah, this month only revise Surah Yasin and Surah Rahman. And when you remember the surahs, we can remind Surah Al-Mulk or any other surah about your recitation in Surah Al-Baqarah. And inshallah, we will continue from Surah Al-Baqarah. Read more surahs, inshallah, more chapters, inshallah. I'm gonna read some part of Surah Yasin, and I hope that you quickly remember that, inshallah. I hope that, I wish that. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إن إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام إزيك الله خير السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله